هذا النوع من المقاطع سيكون من قسمين، الأول لفتة وفائدة عقدية، الثاني سيكون شبيها بسلسلة اسكت ونسكت. سأتناول فيه تعليقاتكم أو ما ترسلونه أو ما يروج عموما على هذه المنصة، وأتناول كل هذا بتعليق يسير ورد سريع إن شاء الله. فبسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة من الحقائق أخ التوحيد، احفظها، فإننا في زمان لسان حال الناس فيه التشكيك فيها والإعراض عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، المقوقس الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية فضلا عن هدايا أخرى عديدة، وكان من أحسن الملوك خلقا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه كل هذا للنجاة من النار، بل قد مات كافرا. واعلم أخي أنه لو لم يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم هو أسلم ووحد الله جل وعلا ومات على ذلك لكان هذا أنفع له وخير له، وبلا شك لو جمع بين الأمرين لكان ذلك أكمل. ثانيا، النجاشي رضي الله عنه الملك الذي لا يظلم عنده أحد، لو لم يسلم رضي الله عنه لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكان من أهل النار، ولكنه أسلم، يعني لما عدل بين الناس في أقضيتهم طرد سلوكه هذا حتى بين الأديان فعدل فأسلم وأخذ بدين الحق رضي الله عنه وأرضاه. ولو أنه مات كافرا لكان عندنا الظالم الجائر لكنه موحد يرجى له من رحمة الله جل وعلا ما لا يرجى لملك عادل كافر. ثالثا أخ التوحيد، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات هذا الرجل كافرا مع نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة، ولو أن مسلما تولى يوم الزحف لكان يرجى له النجاة من النار ولا يرجى لآخر كان له نصيب من نصر الدين لكنه مات كافرا. وهكذا سائر هذه الحقائق والنبي الدالة بوضوح أن العقيدة هي فوق كل شيء. هذه حقائق لا يستشكلها الموحد الصادق، لا يعجب منها من علم حق ربه عليه، لا يستغربها أبدا من يجعل العقيدة أولا ولا من يجعل التوحيد فوق كل شيء. وانتبه أخ التوحيد، انتبه، فإني لا أقول هذا تزهيدا بأمر الذنوب، بل بالعكس، فإن من شأن الذنوب أن تتراكم على قلب العبد حتى يكون مهيئا لدخول الشرك والكفر فيه. لكن الشاهد أن الموحد مهما بلغ من الذنوب فإنه طالما يحمل عقيدة صحيحة تدخله دائرة الإسلام ولو كانت مرتبته فيها متدنية إلا أنه يبقى أفضل من الكافر عند الله جل وعلا. أخي، من استقر هذا المعنى في قلبه لن يعظم كافر قط على دنيا حازها ولا على حسن خلق يعامله به، بل المفروض أن يأسف عليه. كيف لا تقوده هذه الفضيلة إلى رأس الفضائل توحيد رب العالمين؟ فنعم نعم، يشفق عليه ويحرص على دعوته وعلى إنقاذه والأخذ بيده. طبعا العجيب أن بعض الناس يجعل جعل العقيدة فوق كل شيء من نقائص الدين، تخيل. وهذا لعمري من أعظم البراهين على أن هذا الدين من عند الله جل وعلا، إذ أن المركزية في هذا الدين حددت وكانت للعقيدة في الله جل وعلا. وفي المقابل انظر إلى الفلسفات الحداثية اليوم التي تجعل المركزية للإنسان لا لشيء إلا لأنها جاءت من الإنسان، ولذلك لا ينبغي الاستهزاء بأمر العقيدة أبدا. نعم، قد يكون فاسد العقيدة أو فاسد الأخلاق أنفع لشأن ما دنيوي أو شأن ديني، ولكن هذا يا أخي لا يعني أبدا الفضل المطلق. مثلا الكتابية العفيفة أنفع لأمر الزواج من المسلمة الزانية، ولكن هذا لا ينبغي أن ينسيك أن الثانية مآلها إلى الجنة ولو عذبت قبلها وهي أصلا تحت المشيئة، وأما الأولى فمآلها إلى النار إن لم تتب. مثال آخر، الراوي المبتدع الثقة تقدم روايته على السني الضعيف، ولكن هذا لا ينبغي أن ينسينا أن السني أفضل في الجملة وأن أفضلية ذاك المبتدع هي مقيدة، هي في شأن الرواية فقط. ومن أمثلة ذلك من جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث جاء في رجل كان بلاءه في الجهاد أعظم من بلاء عدد من الصحابة، فنعم هذا الرجل أفاد المسلمين في إعلاء راية الدين، ولكن هذا الرجل كان من أهل النار لشيء كان في قلبه ظهر في قتله لنفسه كما جاء في الحديث. وهذا التفضيل لبعض من فسدت عقيدته كما أنه تفضيل مقيد، فإنه لا يعدم مثله أو خير منه في أهل الاستقامة، يعني لا يمكن أن توجد كتابية هي أفضل من جميع المسلمين، كما أنه لا يمكن أن يوجد راوي مبتدع ثقة هو أفضل من جميع رواة الحديث من أهل السنة. فإذا هذا التفضيل وهذا الحال إنما يكون في أفراد لا في الجملة بشكل مطلق. وأعود وأقول هذه الأفضلية لك يا من وحدت الله ليست مسوغة لك أن تزهد
المجتهد في الأعمال الصالحة بحجة صلاح عقيدتك، وإن حصلت منها نصيبا فخوف نفسك ألا تحبط هذه الأعمال بسبب عقيدة فاسدة تتسلل إليك من دون أن تشعر وأنت غافل. ابن عمر رضي الله عنه حينما خاطب القدرية خوفهم من حبوط الأعمال فقال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. واليوم يعكس هذا الأمر فيستبدل هذا التخويف بالتهوين والتخفيف من شأن فساد حصل للعقيدة طالما هناك أعمال فاضلة لفاسدي الاعتقاد. فيأتي أحدهم عادي يقول: كيف يكون هذا النصراني الذي تبرع بأمواله وأحسن كيف يكون هذا من أهل النار؟ أو يأتي من يعكس الأدوار ويهون من شأن البدع العقدية المغلظة لأن مقترفيها أصحاب فضائل. والمهم هنا أخ التوحيد أن تعلم وتعي وتحفظ أن العقيدة فوق كل شيء. أهم الكتب التي تتحدث عن العقيدة والتوحيد. ما هي كتب العقيدة الصحيحة؟ كيف نتدرج للتعمق في علم العقيدة؟ يتكرر هذا الطلب جدا جدا. والله المستعان، لست إلا طالب علم صغير وغيري أولى وأقدر على هذه النصيحة، لكن إن كان ولا بد من إجابة فأقول: إن بدأت بكتاب التوحيد وأحد شروحه، شرح صالح آل الشيخ أو شرح العثيمين، فهذا حسن. ولو بدأت بلمعة الاعتقاد فالواسطية فالتدمرية مع الاعتناء بشروح العثيمين عليها، فهذا حسن كذلك. المهم أن تبدأ وتلتزم ولا تفتر، لأن المشكلة اليوم أخي الالتزام. فأيا يكن برنامجك العلمي الذي تسير فيه، أكاديمية كذا أو صناعة كذا أو دورات الشيخ فلان أو برنامج الشيخ فلان، كل هذا طالما يضع لك مقررات ترفع شعار الاقتداء بالسلف وتأخذ أسباب ذلك فهي حسنة ونافعة في الجملة. المهم أن تبدأ فيها وتلتزم وتستمر، ولذلك فليكن جهدك الأكبر في توفير أسباب الاستمرار من أخوة تصاحبها أو شيخ تلزمه أو تهيئة وقت تفرغ نفسك فيه أو مثلا تتابع من حسابات طلبة العلم من يحيي فيك تلك الهمة ويجعل موضوع العلم حيا ويشعل حرارة العقيدة في قلبك إلى آخر ذلك. كل هذا يساعد في الاستمرارية، فابدأ واستمر واثبت على هذا، بارك الله فيك. لكن أتظن أني انتهيت؟ لا، من الضروري أيضا أن يكون لك مع ما سبق اهتمام بحال العقيدة في القرون الأولى والاطلاع على كتبهم ومصنفاتهم وما يروى عنهم. لا بد أن يكون لك عناية بتوحيد تلك القرون المميزة، وخذ بأسباب ذلك، يعني استعن بالعلماء الذين لهم تفوق في هذا الشأن مثل كتابات ابن تيمية وابن القيم. وأيضا في المعاصرين احرص على طلبة العلم الذين يشرحون كتب السلف ويقربون معانيها، واعتني كذلك بالرسائل الجامعية مثلا والأبحاث الأكاديمية التي تعتني بعقائد أولئك في تلك القرون المباركة. بل ليكن لك نصيب من مجالسة السلف بنفسك. كيف ذلك؟ لما قالوا لابن المبارك: إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب فأجلس مع التابعين والصحابة. قال: قلنا: فأين التابعون والصحابة؟ قال: أذهب أنظر في علمي، يعني مروياتي، فأدرك آثارهم وأعمالهم. فالخلاصة: سر أخ التوحيد في خطين، دورتك العلمية أو برنامجك الذي تسير فيه، وخط آخر يكون هو الأصل وإليه تحاكم ما تتعلمه في الدورات، وهو النظر في المصادر الأصلية التي تنقل أحوال وعقيدة رجال القرون الأولى. وقد ذكرت عددا من تلك المصادر في مقطع قصة السلفية، فهما خطان يا أخ التوحيد، فبسم الله استعن بالله ولا تعجز. وهذا ما تيسر جوابا للسؤال الذي تكرر. وكما ترون يا إخوة، هذه الفقرة أتناول فيها تعليقاتكم وأتناول فيها ردودا سريعة يفرضها الواقع، لكن لا تستحق مقطعا كاملا. وهكذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلها تنطلق من منطلقات واحدة، كل هذا جاء على منهج واحد في الجملة، والحمد لله. ورثوه إماما عن إمام عن إمام.